صباح الخير وصباح الصحة والسلامة عليكم مستمعينا الكرام. صباحكم مبروك إن شاء الله ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. اليوم حضر معنا الدكتور مصطفى الودغيري، طبيب متخصص في الطب الباطني وطب المسنين، ومعاه إن شاء الله غادي يكون موضوعنا اليوم. كانوا بزاف ديال المستمعين الكرام بغاونا نطرقوا لهذا الموضوع ونصحوهم ويعرفوا كذلك بزاف ديال الأمور اللي هي غايبة على بالهم فيما يخص المشكل الصحي ديال البواسير. فهذا الشيء علاش غيكون هذا هو الموضوع ديالنا اليوم من خلال البرنامج صحه وسلامه. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا بك معنا. كيف الحال؟ كل شيء بخير على خبرك الله فيك. الحمد لله. شوف ليك سلام حار، انا دونت الاسماء. كاينه ام امل قالت شكرا لك دكتور ودغيري، فتيني بزاف الحاله ديال البنيته ديالها عندها مشكل الصرع. قالت بالنصائح ديالك عرفت كيفاش نتعامل معها، تبعت الدواء في الوقت ديالو، كانوا بزاف ديال الاخطاء الحمد لله صححتهم، ودابا تقريبا البنيته دازت المده ديال شهرين ونص ما تعرضاتش للكريز ديال الصرع نهائيا. فكتقول شكرا لكم، وطبعا ميد غاديو ديما كنستافدوا منها. شكرا لك ام امل، وان شاء الله البنيته كنتمنوا ليها دائما صحة والسلامة. كاين لك سلام حار ايضا من عند عبد الله، هو قال باللي الاب ديالو مصاب بالمشكل ديال الخرف او الزهايمر اللي كنا تكلمنا عليه، وقال شكرا لكم زوج ديال الحلقات دازوا ما حسيناش بهم واستفدنا بزاف بزاف. شكرا لك الدكتور الطيب مصطفى الودغيري. الله يبارك فيك. السلام امانه ما يبقاش على العاتق ديالك. بارك الله فيك. الكل مستمعي الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا في الحلقه ديال اليوم كيف العاده ارقامنا دائما ثابته وما كتغيرش، مفتوحه امامكم، ودائما 05 22 46 72 50 51 او 05 22 80 00 60 61 او 62. فمرحبا بكل مكالماتكم وتساؤلاتكم اللي خاصه بالموضوع ديالنا اليوم على البواسير. غادي نمشيو دكتور مصطفى الودغيري، دائما كنقولوا من خلال برنامج الصحه والسلامه الهدف ديالنا بطبيعه الحال التوعيه الصحيه، وكذلك نخليو المستمعين الكرام يتعرفوا على الجسم ديالهم او على الجسد ديالهم. اللي تكلمنا على البواسير، فين كيتواجدوا كاعضاء بالضبط يعني في الجسم ديال الانسان؟ نعم استاذ عفاف، قبل ما نتكلم على البواسير هي كما شرحت يعني هذا برنامج يعني للتوعيه الصحيه، هي الحمد لله كنحاولوا نطرقوا مجموعه ديال المواضيع اللي هي شائعه واللي فعلا الناس كيتعرفوا اكثر على صحتهم وبغوا يعرفوا اكثر والمزيد. الحمد لله كاين واحد النوع من التوعيه لاحظنا حتى ملي كيكون الاتصال مع المرضى ديالنا، كنلقى ملي كيجي المريض كتلقاه عارف المرض ديالو ويقدر يسولك شي اسئله ربما يمكن بعض الحالات التعجيزيه. علاش كيبين بانه تبارك الله كيبحثوا؟ شوف هذا اعتراف من طبيب كيقول لك بعض المرات المريض كيعطيني سؤال تعجيزي. فعلا ما شاء الله عليهم. وتقول لهم اسمح لي نحاول نمشيو نبحثوا باش نرجعي نجاوبك اكثر. يعني صراحه يعني كاين بعض الحالات في الشكل هذا كلشي يعني ممتاز. وهذا الشيء كيفرح دكتور ودغيري، الانسان اللي كيفهم المرض ديالو، لان زمان وبزاف ديال المرات كنا كنسمعوا كيقول لك وانا صافي راه كتب لي مثلا لوردونونس ولا الوصفه الطبيه وخرجت ما عرفتش شنو عندي. وكيمشي يقلب ويسول ناس اخرين اللي هما ما مختصينش. كتقول له ودي هذا السؤال كان اولى انه تسولوا للطبيب ديالك. ودي كيوقع استاذ عف انه فعلا المريض ملي كتجي شي معلومه صحيه اولا كيتعرف على واحد المرض معين ربما ما كيقتنعش من طرف واحد الطبيب، كيقدر يشوف جوج ثلاثه الاطباء وكيقلب على واحد الجواب اللي هو غيقتنع به، فكتلقاه هو المرض معروف ولكن داك التواصل تساؤلات. انا زياره الطبيب ربما ماشي التشخيص، لان التشخيص ولكن باغي يعرف باش يقتنع ويعرف طرق العلاج والوقايه الى اخره. فالمواضيع اللي كنطرقوا اللي كنتكلموا عليها كاين مواضيع اللي عندها اللي داخله في التخصص ديالنا كاطباء الطب الباطني وطب المسنين، وكاين بعض المواضيع اللي هي ما دخلتش في التخصص ديالنا ولكن كنحاولوا احنا كذلك نجتهدوا بحكم يعني التجربه وحكم الدراسه كنحاولوا انه نعطوا بعض النصائح. بحال الموضوع ديال النوم ديال البواسير هو موضوع اللي كيهتم به اكثر واخصائي، باش ناكدوا على المساله، الاخصائي ديال الجهاز الهضمي او الجراحات ديال المخرج او ديال الشرج يعني لي بروكتولوج. لكن هذا موضوع حنا يعني الطب العام، الطب العام كيشوفوا هذا المشكل، وحنا كذلك مره كنشوفوه عند واحد الشخص اللي كيعاني بامراض اخرى وكتلقى المشكل ديال البواسير اللي كيبغي بعض النصائح الطبيه. فهو البواسير شنو هي؟ عبر شنو البواسير؟ هي تكتلات لحميه كتكون في الشرج او يعني المخرج ديال الشخص، وهي متكونه من اوعيه. هذه الاوعيه متواجده عند الجميع، يعني كل شيء عنده هذه الاوعيه ديال البواسير. هي اوعيه دمويه؟ دمويه. تمام بحال شكل ديال الدواليه يعني لي فاغيس. بحال لي فاغيس. تماما لي فاغيس اللي كيكونوا كنلاحظوهم في الرجلين او في الفخذ، فهما نفس الشيء غير هما في المخرج، كيولي مع الشخص مع مكان الواء حساس جدا، كيتاثر بشكل كبير يعني بالمشكل ديال الهضم والمشكل ديال الامساك او المشكل ديال الاسهال او الزحمه ملي كتكون عند الشخص، او حنا نتكلموا على العوامل المسببه. فبالتالي هذه الاوعيه هذه كتبدا تنتفخ،
ومني كتنتفخ كتولي كتشكل هاد الحاله ديال لي زيمورويد كيكونوا يعني بواسير نقولوا كاينه داخليه وخارجيه، وهاد البواسير كتولي تسبب في مشاكل صحيه اللي غنتكلموا عليها، سواء الالم او النزيف او هاد لي بخولابوس، هاد النزول ديالهم اللي كنبقاو نلاحظوا عند المرضى. فهو مشكل صحي يعني جد شائع متواجد بواحد الشكل كبير، ربما الناس ما كيتكلموش عليه بزاف لان جا فواحد المنطقه اللي هي حساسه. ايوه بعض كاين الناس اللي كيحسوا يعني بعض المرات الاحراج يعني إيه. الله يخليك دكتور، نعم وحنا متفقين في الصحه والسلامه، اي حاجه كتقي صحه الانسان ما فيهاش حشومه ما فيهاش عيب. ومشكل هو صحي اللي كيعاد يعني واحد العدد كبير ديال الناس، تقريبا الاخصائيين ديال الجهاز الهضمي فتقريبا 40 او 50% ديال الاسباب ديال لي كونسلتاسيون ديالهم كتلقى عندهم مشكل البواسير. فهو مشكل جد شائع وما كيتكلموش، وعدد كبير ديال الناس كيتعرضوا ليه. غير هو سولتيني اخت عفاف على يعني الانواع، كاين ما هو داخلي يعني بواسير داخليه وبواسير خارجيه. أيه. هاد البواسير الداخليه كتكون قلنا متكونه من اورده يعني في المخرج، وكتكون مغطيه بواحد الغشاء مخاطي يعني ما كتكونش باينه في العروقه، كتبان ملي كنديروا ذاك الفحص بالمنظار الداخلي الانيوسكوب كيبان واحد مغطي بواحد الغشاء مخاطي، ما كيبانش كعروقه خارجيه ولكن الاخصائيين كيعرفوهم. والبواسير الخارجيه كيبان فعلا بحال شكل ذاك العريقات خارجين، كيبانوا اللون ديالو كيكون شويه غادي للزرقيه، كيكون منفوخين وكينصم. هو اللي مهم انه هاد المشكل ديال البواسير كيدوز على مراحل. المرحله الاولى كيكون فقط يعني هاد البواسير كتكون داخليه وكتكون ما كتكونش كتبان. المرحله الثانيه كتكون في انسان كيبدا يخرجوا ليه اثناء البراز، ومن بعد كيقدروا من بعد كيدخلوا لراسهم ما كيكونش مشكل. المرحله الثالثه كيخرجوا ولكن ما كيدخلوا الا بالاصبع ديال المريض، يعني من بعد النهايه ديال البراز كيقدر يدخل. المرحله الرابعه ان ذاك البواسير كيبقاو خارجين ما كيدخلوش نهائيا، كيبقاو خارجين. هذيك المرحله الاخيره ديال الخروج ديال اذا هذو مراحل ضروري نكونوا عارفينهم. كتمر بمراحل، المرحله الاولى والثانيه غنتكلموا عن النصائح والادويه. أيه. ومرحله كذلك الثالثه والرابعه كاين مجموعه ديال النصائح اللي يمكن نقدمها، وكذلك بالنسبه للعلاج يمكن نقدم. غير نعرفوا انه هو مشكل صحي، ماشي مرض خطير، لكن وكنأكدوا ان مجموعه ديال العلامات اللي غادا تبان ضروري استشاره الطبيب الاخصائي الجهاز الهضمي. هذه مساله مهمه جدا نعرفوا المشكل فين وصل، واش كاين شي جروح، واش كاين شي تعفن، واش كاين شي لا قدر الله يقدر يكون سرطان. يعني غنتكلموا شنو هي العلامات اللي كيكونوا. فماشي اي واحد عنده بواسير مساله بسيطه، فعلا هو مشكل بسيط جدا، ولكن بعض العلامات كتستدعي منا انه نعطيو الاهميه اللازمه ونشوفوا الاخصائي باش نشخطوا المشكل. ويمكن الصعوبه ديالو دكتور دغري عند بزاف ديال الناس كتكون في عدم الراحه اللي كيحسوا بها. ربما كاين الناس اللي كيتكلم كيقول لك انا ما كنقدرش نجلس، بعض المرات كيحس نوعا ما يعني ما كيكونش مرتاح في خدمته ولا في الدار ولا حتى حاجه، كيكون مثلا وسط واحد الناس او لا. فهذا الشيء علاش خصنا باش نتكلموا على هذا الموضوع، لانه كيف ما قلنا الانسان كيدوز النهار ديالو ربما الله اللي عالم به ما كيكونش مرتاح. يعني اخت عفاف فعلا تكلمت على نقطه مهمه جدا، هي جوده الحياه، لا كاليتي دو في. تصور معايا واحد الشخص، حنا راه قلنا مشكل بسيط ولكن شوف شنو كيقدر يدير. يعني الناس اللي جربوا البواسير واللي يعني مروا من هذه المراحل هذه واللي باقي يعني منورها. أيه. واحد المعاناه يوميه يعني ما نتكرش. يعني تخيل الانسان مثلا ما كيقدرش يجلس فوق كرسي، الم واحد الم فظيع. نعم. غير الالم يعني خصو ياخذ واحد مجموعه الادويه باش يرتاح باش يخفف الالم. المساله الثانيه كيلقى صعوبه في الجلوس، صعوبه حتى في الحركه، يعني الحياه حتى في المشي. في المشي هذا ملي كيبدا النزيف كيولوا مشاكل اخرى. يعني واحد المعاناه يومية اللي هي الله اللي عن بها ماشي سهلة، ويعني مشكل صحي قلنا وبسيط، ولكن العلامات ديالو اللي خصها تعطيوها الأهمية وخصها العلاج في أقرب وقت. ونتمنوا إن شاء الله المستمعين الكرام يبقوا أوفياء ويكونوا معنا في الحلقة ديال اليوم. غادي نتكلموا على بزاف ديال النقاط اللي هي مهمة. غادي نسول الدكتور دغيري على المسألة ديال الوزن أو السمنة، واش كاين علاقة أو لا لا. غنتكلموا على المرضى ديال داء السكري، واش كاين علاقة أو لا لا. غنتكلموا أيضا على واحد المرحلة مهمة اللي كتكون عند النساء واللي هي الفترة ديال الحمل والولادة، واش كاين علاقة، لأنه بزاف ربما كانت وصلنا بتساؤلات كتقول لك مثلا انا ما كنتش كنعاني منهم حتى الشهور الاخيره من الحمل، واش كاين علاقه ولا لا. غنتكلموا كذلك على الناس اللي كتكون عندهم مشاكل ديال الجهاز الهضمي، شمو المشاكل ديال الجهاز الهضمي ربما اللي مرتبطه اكثر بالمشكل ديال البواسير، والاهم من هذا الشيء كامل غنتكلموا كذلك على الالتزام بواحد النظام غذائي صحي متوازن، العاده ديال شرب الماء، واش كاين علاقه بالبواسير او لا. هذه نقاط كامله غادي نوقفوا عندها اليوم ان شاء الله من خلال برنامجكم الصحه والسلامه مع الدكتور مصطفى الودغيري.
طبيب متخصص في الطب الباطني وطب المسنين. كنذكركم مره اخرى على انه الارقام ديالنا مفتوحه، فمرحبا باتصالاتكم وبتساؤلاتكم دائما من خلال الارقام اللي هي 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 88 00 60 61 او 62. غادي نمشيو على بركه الله نستقبل المكالمات ديال المستمعين الكرام، ونبداو هذه المره بعواطف. كنظن على الخط معنا من جرف الملحه. صباح الخير عواطف، مرحبا بك. صباح الخير اختي عسل، كي داير لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بك عواطف. كنشكر الدكتور اللي معاك. العفو، مرحبا. عندي واحد السؤال وطالب الله يرحم والديك. ايه مرحبا. عندي هاد السؤال ديال الباسر، عمي فيه هاد الباسر درجة كيبقاو ينزف كيوقع له النزيف. كيكون غادي كنقول له ما كان، كيقول لك رانا مريض، ماك مريض، كيقول لك رانا مريض، ما كانش كيبغي يصرح بها. هادشي اللي قلنا في بداية الحلقة، كاين الناس اللي بحال كيتحرجوا. نعم كيبغاش يقول. ومي كنسول مراته كيقول لي هاتك تقول لي راه فيه الباسر، ما كياكلش الحار، ما كياكلش هادي، ما كياكلش هادي على حساب هادي. نقول لها ما كنتيش للطبيب؟ كتقول لي لا، ما عمرها مشات للطبيب. نعم نعم. والطالب اللي بغا، سمحي لي عواطف، العم ديالك شحال في العمر ديالو؟ شحال في عمره؟ ويكون عنده ديك 60 عام. 60 سنة. إيه. كاين شي أمراض كيعاني منها بحال داء السكري مثلا ولا؟ عنده السكر. عنده السكر. إيه. إيه. نعم. والسكر عنده مقاد ولا لا؟ السكر عنده مقاد. نعم ما عندوش. كيجري بزاف، كيدير رياضة. كيدير رياضة. إيه. دار تقادد للسكر. إيه واخا. بغيتك النمره ديالك والنمره ديال الطيب قريبا، الله يجازيك بخير. على الراس والعين عواطف. واخا شوف وفاء فائز فونده مشكوره، غترجعك لعند سميحه في سطوندار وخذي الارقام اللي انت طلبتيها. على الراس والعين، شكرا لك عواطف، تواصلتي معنا من جرف الملحه. تفضل دكتور. الو، المشكل فعلا اللي كتكلم عليه الاخت عواطف هو المشكل ديال النزيف اللي كيعاني. شوف خلى الحاله ديالو حتى وصلت للنزيف، واقرب الناس ليه حتى المرض ديالو ما كيصرحش، كيقول له فقط مريض، ما قدرش يقول له عندي مشكل البواسير يعني، رغم انه راه عادي، راه مشكل صحي. عادي وعندي كنلاحظوا كيف ما قلنا، يعني المريض كيجي باقي طابو عند بزاف ديال الناس دكتور ودغيري، كيتكلموا على كل شيء الا المشكل ديال البواسير، كيخليه هي اخر مساله يتكلم عليها، ويمكن غير بشويه بينك بينه. وما كيقولهاش لاي واحد. يعني المساله بحال هكا، يعني لا داعي ان انسان عنده واحد المعاناه وعنده واحد المشكل صحي ويسكت عليه، لا بالعكس. علاش هذا المشكل النزيف؟ اولا مع الوقت غادي تسبب له مشاكل صحيه، خصوصا مشكل ديال فقر الدم. يقدر يعطي فقر الدم. فقر الدم النزيف، انسان بحال واحد الروبيني كينقط كل مره شويه حتى غادي نشف، ما يبقاش الماء، دونك غادي ينزف الواحد يعني بواحد الشكل كبير، وتكون اونانيميه يعني فقر الدم، ونضطروا ان نحتاج نعطيو ادويه او يمكن نزيدوا الدم، او اللي كان خصوصا الانسان المتقدم في السن كيكون فقر الدم، كيولي انعكاسات على مشكل القلب والشرايين على الدماغ، كنعرفوا المشاكل واللي كاين مشكل السقوط الى اخره للشوت، لان الدم ناقص فكيولي مضاعفات ديالنا بمشكل بسيط، وكنشوفوا بسقوط مشاكل اخرى وكبيره وربما العواقب ديالها ضخيمه. المساله الثانيه واكدنا عليها، الناس اللي عندهم البواسير وابتداء من 40 حتى 45 سنه ولا عندهم مشكل ديال النزيف، من الامور ما نعطيوش واحد، ما نشوفوش بداك الجانب يعني البسيط، انها بسيطه ماشي شي حاجه، لا خاص فعلا ولا بدا الناس اللي عندهم النزيف ولا بدا يتجهوا لاخصائي الجهاز الهضمي باش يدير لهم الفحص بالمنظار الداخلي، لانه ممكن يديروا كولوسكوبي، ممكن هذيك هي العلامه ديال بعض الاورام السرطانيه، يعني خصنا نقولوها ونحذروا الناس، لان هذا مشكل بحال نقولوا شي حاجه اللي هي بسيطه وكتغطي شي حوايج اللي هي كاينه في العمق. وما بحثوش عليها. شحال من واحد جا عند بالو غير الله فقط البواسير. وعندنا امثله كثيره جدا. من بعد شنو اكتشفتوا دكتور؟ اكتشف كاين اورام على مستوى القولون او في لو ريكتوم، يعني فوق المخرج. هنا ضروري انه يكون واحد الفحص بالمنظار باش يبين لنا واش فعلا فقط مشكل ديال البواسير، يعني كنعرفوا اما فقط مشكل البواسير او مشكل اللي هو اصعب، واللي كنعرفوا ان ملي ما تشخص الورم واحد الوقت مبكر فكينسقوا في مشاكل اخرى، لا من ناحيه المساحه اللي كيقدر يكتسح، لا من ناحيه ان الورم كيكتسح الذات كامله، كينسقوا في الميتاستاز الى اخره. فهنا هذا انذار، يعني الناس خصهم يكونوا واعيين بهذه المساله. البواسير اللي كيبداو ينزفوا عند واحد الشخص اللي هو 40 سنه،
هنا ولا بدي يتجه الاخصائي باش يدير له فحص كامل ولا بدي يدير له الفحص بالمنظار لانه يقدر يكونوا دي سوربريز يعني مسائل ما كناش كنتصادوا نقدروا نلقاوها انسان باش هكا كنعرفوا واش فقط بواسير ولكن ما هو اصعب. نعم المساله ديال الداء السكري وجات في السؤال ديال عواطف وانا كنت بغيت نسولك على دكتور ودغيري الناس المصابين بداء السكري وربما اللي عندهم حتى زياده في الوزن او السمنه كاين علاقه مع البواسير ولا ما كاينش علاقه؟ على حد علمي يعني مازال نبحث في هذه المساله بداء السكري ما كاينش علاقه مباشره مع مشكل ما كاينش علاقه مباشره لكن المشكل الثاني انه الشخص اللي هو كيكون عنده بدانه او عنده نقص في الحركه كنسميو لا سيدونتاريتي ما كيتحركش هادو فعلا كيكونوا اكثر مؤهلين اكثر باش يوقع له المشكل ديال البواسير فهذا قله الحركه وكان النصائح اللي كنوجهوا للمريض اللي عنده البواسير انه خصو يتحرك يعني اكثر من شرب الماء وكذلك كثرة الحركة لأن ملي كيتحرك المصابين كيتحركوا أكثر وبالتالي الخروج كيكون أسهل ما كيكونش مشكل ديال الإمساك وبالتالي كيكون ذاك الخروج كيكون بسيط وكيكون الإنسان هو مرتاح ذاك الزحمة أو ذاك الإمساك وذاك الخروج ملي كيكون قاصح يعني ذاك الزحمة كتأثر على البواسير كيكون ضغط وحتى ذاك الخروج يعني كيكون قاصح وبدا كيقدر يجرح المخرج ديال الشخص وكيقدروا تكونوا ذاك التمزقات على مستوى المخرج والبواسير كيبداو يخرجوا اي حاجه اللي كدفع بهذاك لا بريسيون البواسير كيقدروا يبداو يخرجوا اكثر فهنا حذاري انسان ولا بدا خصو انه يتحرك يعني عواطف تكلمات بلي العم ديالها راه كيدير الرياضه والحمد لله حتى السكر عنده تقاد لان في الاول ما كانش مقاد وقالت مجرد ما بدا كيدير الرياضه تقاد له السكر فعواطف ربما كيف ما شار دكتور مصطفى الودغيري مشكور ردوا البال المساله ديال الكميه ديال الماء كذلك اللي كي يشرب في اليوم واش كياخذ الماء الكافي او لا لا غادي نمشيو نستقبلو معنا مكالمه اخرى هذه المره من بعد عواطف معنا هذه المره نزهه على الخط من تطوان مرحبا بك نزهه شكرا اهلا استاذه كبيره الحمد لله نزهه مرحبا بك تطوان بزاف على البرنامج العفو مرحبا بك كنشكر بزاف الدكتور ودغيري مرحبا لاله نزهه اهلا بكم علينا شكرا اختي انا يا حامله في الشهور الاخريه اييه اش من شهر بالضبط نزهه دابا السابع اييه الله يكمل عليك بالخير ان شاء الله شكرا لهلا اختك بارك الله فيك اختي بداو كيخرجوا لي البواسير اييه يلا بانوا عندك في الشهر في الشهر السابع يلا بانوا فهمتي فخ يلا دابا هادي شي 15 يوم اييه وخفت منهم في الحماله ديالي الثانيه كانوا خرجوا لي من بعد الولاده ودابا خرجوا لي في الحماله ومنين مشيت عند جينيكو ديالي اييه عطالي غير شي تحاميل المهم استعملت لمدة 3 ايام ولكن ما يعني ما عطاوكش نتيجة لا والو نعم واخا الماكلة ديالك مراقبة هانزها مثلا الماكلة ديالي مزيانة شنو القبض كيجيني ساعة ساعة كيجي كيجيك القبض نعم واخا نجاوبوا ان شاء الله على سؤالك والله يكمل لك بالخير ان شاء الله ما عندكش نزيف ولا نزيف الله يخليكم الله يجزيكم بخير ما عندكش نزيف لا عنتفاخ كان في الاول واحد الانتفاخ صغير وهذاك الانتفاخ مشى ولا دابا خرج انتفاخ كبر منه وباقي الحال الان ما مشاش وكتحس به يعني ما كيدخلش كيبقى يعني خارج لا باقي باقي داكور واخا الصحه والسلامه ليك ان شاء الله هنزاول شكرا لكم بزاف اللي خدتكم علينا شكرا لك تفضل دكتور تكلمنا على العوامل المسببه للمشكل ديال قلنا غادي نمشيو لهذا النقطه انا توقعت هذا السؤال غيتطرح المراه الحامل او النساء من بعد الولاده تماما المراه الحامل هي اكثر عرضه لهذا المشكل ديال البواسير بحكم ان ذاك الوزن كيتزاد ذاك الضغط اللي كيكون البطن ومن تحت الجهه السفليه وكيكون عاوتاني المشكل ديال القبض او الامساك كيكون متعرضين ليه اكثر فهنا لان ربما الحركه كتقل يعني المراه ملي كتقل ملي كتحمل ما كتبقاش تحرك يعني كيف ما خص يكون فقله الحركه الضغط اللي كيكون على مستوى الجهاز الهضمي ذاك الزحمه اللي كتبقى تكون فهنا كيكون كلهم كيتسببوا في المشكل ديال البواسير عند المراه الحامل فهنا كيف ما شرحتي لها فعلا اعاده النظر في النظام الغذائي ديالها ترتب لها يعني ولا بدا خص يكون الياف يعني تكثر من الخضار من الفواكه من شرب الماء تقلل من الطحين يعني من الخبز ديال الفورس مثلا حتى العطريه بعض المرات دكتور غيري كنذكر انا في احدى الحلقات مع الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه مشكور الاستاذ محمد احليمي كان تكلم على هذه المساله كذلك ديال الخبز الابيض على واحد المساله الحار ملي كيفوت مثلا الحار راه كاين واحد المعدل مثلا في الشهر كاين الناس اللي مثلا في خلال الفتره ديال الوحم السيده كتعيش غير بالحار كيقول لك يقدر يكون من المسببات لانه كيجهد ذاك الجهاز الهضمي تماما بالضبط فعلا الحار يعني كما قلتي هو هريسه ولا بزار
مزيان كيفتح شويه الشهيه ملي كيكون واحد شويه واحد القياس اللي هو يعني معين مضبوط، لكن ملي حاجه ملي كتفوت حداك كتخرق لنا المشاكل. فداك الحال تصور مع الانسان ملي كيدير فمه كيفاش كيحس بالفم ديالو، كيف ما هو كينزل وكي يعني كيقدر ياثر على الجهاز الهضمي كيقدر ياثر على المخرج كذلك. فهنا يعني الانسان خصو يرد باله في التوابل او بالنسبه للحار يرد باله يعني حاولي يتجنبوا من الاحسن يعني ما يكونش يخفف العطريه شويه. يخفف العطريه تماما، ما يكثرش العطريه لان تقدر تخلق لنا المشاكل هذه ديال الالم على مستوى البطن وكذلك مشكل ديال 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 البواسير كيقدروا يتفاقموا اكثر. فقلنا ان ترد بالها تشرب الماء، تكثر من الخضار من الفواكه، تحرك يعني ولا خصها الحركه. دخلت هي في المرحله الاخيره ديال الحمل، وهذا الشهور الوقت المناسب يعني سبع شهور انها خصها تحرك واحد المده معينه كتبقى مع الاستشاره مع الاخصائي باش تسهل عليها حتى الولاده ان شاء الله. فقله الحركه وهذا الغذاء ربما قتل من هذا القبض كلهم عوامل مسببه وهي حامل، فهنا كل شيء يخلق مشكل ان غادي يتفاقم. فهنا الادويه فعلا كنعطوا ادويه اللي غادي فيهم مخدرات موضوعيه يعني كتكون بسيطه، داك الكريم اللي كيستعملوا تقدر تكون بوماد ولا بوماد ولا كريم ولا كاين بعض المرات غير لي سوبوزيتوار تحامل ولا قويبات. نعم فعلا القويبات اللي كيخذوهم الناس باش كيقدروا ينقصوا شويه ذاك الالم. وفي بعض الحالات ملي كيكون الالم فظيع كنعطيو بعض المسكنات هي المراه الحامل ما يمكنش تستعمل كل شيء، كاين بعض المسكنات اللي يمكن لها تستعملهم باش ينقصوا ذاك الالم. ذاك الالم ما كيكونش سهل لان قلنا الالم كيقدر يبقى نهار كامل ويقدر يعني كيأثر بشكل كبير على الحياه اليوميه ديال الشخص. هذوك الكاليتي دو في ديالو فالالم ضروري ان نعالجو باش الانسان يقدر يعيش وهو مرتاح. وعلى ماد غاديو اكيد كنرحبوا بكل الناس اللي عاد التحقوا بنا، انتم معنا في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه بحضور الدكتور مصطفى الوتغالي والموضوع ديالنا اليوم على البواسير. غادي نمشيو باش نستقبلوا معنا في مكالمه اخرى بهيه على الخط من مدينه طنجه. صباح الخير بهيه. صباح الخير اخت عفاف. اهلا وسهلا من اروع الاسماء بهيه. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. مرحبا بك. شكرا اختي بزاف حتى جبدتوا هذا الموضوع وشكرا للدكتور اللي حاضر معنا اليوم. مرحبا لله. ما خليك دكتور عندي واحد السؤال. الزوج ديالي عنده البصر. ايه. وكيخرجوا ليه برا وكيتنفخوا ليه بزاف وخا كيدير بومادات ولا قويبات ما كيحسش بالراحه. ايه. نعم شحال في العمر ديال الزوج ديالك بهيه؟ عنده 30 سنة. 30 سنة. وباش كيحس من غير هذا الانتفاخ؟ باش كيحس بالالم؟ عنده بالالم بزاف. الالم كيبقى فيه واحد المدة معينة وكيحيد ولا كيبقى النهار كامل ولا؟ لا كيبقى فيه ذاك الالم النهار كامل. النهار كامل. كيتنفخوا ليه وملي كيخرجوا ليه على برا ما كيقدرش يمشي، كيبقى يعني ما كيقدرش يمشي. نعم. وما عندوش شي نزيف لا؟ لا ما كيكونش عنده النزيف، نعم. كيتنفخوا ليه وكيخرجوا ليه برا بزاف. نعم. وشحال هو كيعاني من هذا المشكل؟ تقريبا دابا شي 3 سنين هو كيعاني من هذا المشكل. 3 سنين وفايتلو شاف اخصائي في الجهاز الهضمي او في الجراحه؟ ما كيبغيش يمشي. علاش باهي شنو المشكل؟ واش كيتحرج من شنو اللي مخلي الزوج ديالك يمشي عند الطبيب؟ كنعيا فيه كيقول لك لا، كيقول لك ما نقدرش انا نمشي عند الطبيب زعما ويكشف عليا، ما كيبغيش. الشيء اللي تكلمنا عليه في بدايه الحلقه. نعم. واخا باهي ان شاء الله يعطيك دكتور مصطفى غير مجموعه ديال النصائح ان شاء الله. يعني هو راه من السن ديال 27 سنه وهو كيعاني مشكل البواسير ما قدرش يمشي عند الطبيب، قال باش ما يكشفش عليه في هذيك المنطقه. نعم مع الاسف. يعني مازال خصو الحمد لله عقليه شاب، يعني خصو يكون فاتح 30 سنه يعني شاب. نخدموا على العقليه ديال الشخص المواطن المغربي. الحمد لله دابا كاين توعية كبيرة، كاين وعي كبير الحمد لله عند المغاربة في جميع المجالات. الحمد لله تبارك الله اليوم. ففي هذا المجال الصحي ما بقاش شي حاجة كنقول عليها حشومة، يعني كلشي ناقشوا ماشي طابو. البواسير راه ماشي طابو، مشكل صحي معاناة يوميا. شوف اليوم يوميا الحريق ويوميا ما يقدرش يتمشى ويوميا كيفاش غيخدم هذا الشخص السيد هذا، كيفاش غادي يعيش حياته، كيفاش غادي يسافر، كيفاش غادي يمشي خارج البيت. ما فهمش كيفاش غادي يعاني بحال هكا ويمشي يشوف الطبيب. يعني مسألة غير طبيعية وغير معقولة تماما. فكنصح الاخت بهية باش تدوي مع الزوج ديالها. يعني الكشف اللي هو بسيط، يعني كيكون فحص سريري عادي بسيط جدا، يتجه عند الطبيب ديالو اللي كيثق فيه او اللي ولا طبيب مثلا ديال العائله ولا شي حد اللي قريب ولا هي من الافضل. يعني في المرحله اللي هنا وصلنا للمرحله الرابعه. علاش المرحله الاولى والثانيه؟ راه سنوات. ايه سنوات والبواسير بقاو خارجين ما كيدخلوش نهائيا، الالم فظيع جدا. شنو علاش كنتخوفوا؟ كنتخوفوا بعض الحالات انهم يتكونوا تخثرات على باقي ما تكلمتش عليه غنتكلم عليه دابا. هنا غندخلوا في المحور ديال المضاعفات. شنو كيوقع بعض المرات؟ بما ان ذاك الاوعيه هنا قلنا اوعيه دمويه اللي تنفخات بحال الشكل ديال لي فاغيس الدواليل اللي تكلمنا عليها كيولي فيها تخثر ديال الدم. شنو كيوقع؟ ذاك الدم اللي ما كيتحركش كيقدر يتخثر. كنقولوا اون فرونسي لا ترومبوز. هاد لا ترومبوز هادي كتولي فواحد الوقت كيعرض راسو للخطر، لان لا ترومبوز كتكون واحد الالم فظيع جدا
يعني اللي ما تمش دارش عملية جراحية في ذاك الوقت هذاك فغادي يقعوا مشاكل مضاعفات كبيرة كبيرة جدا. فهنا ضروري انه ربما دابا حاليا عنده فقط المرحله الرابعه ان خروج لو برولابسوس الخروج ديال البواسير ما بقاوش يدخلوا نهائيا ولاو خارجين غادي يوليو يتجرحوا بسهوله غادي يولي النزيف بسهوله غادي يولي لان داك البلاصه كتولي كتلتهب غادي يولي الوقت كامل عنده داك يقدروا يحطوا حكه تماما يعني غادي يولي المشكل عنده في الالم يعني فغادي يولي هذه الحياه ديالو ما كنتصورش كيفاش واحد الشخص غيعيش واحد المده هو صابر على هذا الشيء. هذه المرحله هذه في الغالب حتى الادويه ما كتبقاش تعطي النتيجه ديالها. راه هذا الشيء علاش واقيلا تكلمت هذوك لي بوماد اللي استعملوا ما عطاوش النتيجه لانه دابا دخل لمرحله اخرى تماما غادي يدير جميع الادويه المسكنات ما غيعطيوش نتيجه لان خرجوا ولا الالم اللي هو سنوات هو كيعاني. فانا كنصحوا انه يتجه لاخصائي جلسات او اخصائي في جراحه المخرج كون لي بروكتولوج اللي غادي يشوفوه. وهنا كتكون عمليه جراحيه اللي هي بسيطه كاين مجموعه ديال التقنيات انا ماشي مختص في هذا المجال ولكن كاين مجموعه ديال التقنيات اللي هي الحمد لله يعني كتعطي نتائج ممتازه. يعني عمليه جراحيه كتطلب واحد الساعه ديال المكانه او ربما حتى اقل على حسب السيفيريتي او المرحله ديال اللي وصل لها المريض ومن بعد غيعيش واحد الحياه اللي هي طبيعيه. غادي يصبر ربما ذاك العمليه لانها من بعد واحد الشهر لان الوقت باش يلاه كتوقع مشكل ديال لاسيكاتريزاسيون ديال الجرحه وكيطلب شويه ديال الوقت يكون شويه ديال الالم من بعد لان خصنا نتكلموا ان من بعد العمليه الجراحيه كيكون الم لان المنطقه اللي هي حساسه جدا كيخرج منها يعني البراز وكيكون الانسان كيمشي يوميا للمرحاض فكيكون شويه ديال الالم يصبر عليه. كاين ادويه كنعطيو في ذاك الوقت هذاك لكن ذاك الشهر اللهم انسان يصبر شهر ولا يعيش حياته كله معذب ويعذب اللي عايشين معاه. دابا هي السيده الزوجه هي لان كتشوفوا هو معذب معذبه معاه وكتشوفوا ما قادر يدير حتى شي حاجه. علاش غنبقاو نتسناو وخصوصا كيعرض راسو كما قلنا المخاطر اللي هي كبيره وكبيره جدا. شنو المضاعفات الاخرى اللي ممكن تكون دكتور مصطفى الودغيري في الحاله ديال بواسير الانسان مثلا اما خلاهم اما حس باحراج وما قدرش يمشي عند الطبيب او لا من غير النزيف من غير الحاله ديال النزيف تكلمنا على فقر الدم قلنا يقدر يوقع فقر الدم قلنا فعلا النزيف اللي كيؤدي لفقر الدم قلنا المشكل ديال التخثر ديال الدم الحاله الاستعجاليه واللي خاصها العلاج خصو يدار في اقرب وقت. كاين مشكل ديال التهابات في الشرج او يعني في المخرج كيولي التهابات في المخرج فكيولي الانسان كل مره يعني ما يرتاحش الحكه كتولي كثيره وكيولي كيلقى مشكل ديال التعفنات بعض المرات كيوقع تعفنات في المنطقه هذيك. ف يعني هادو هما المشاكل اللي كيقدر تقول. وقلنا انه خصوصا ملي كنتكلموا على جوده الحياه يعني اي مرض مزمن اللي ما تمش العلاج ديالو بواحد الطريقه مناسبه وملائمه فكيولي تاثير كبير على جوده الحياه. وجوده الحياه هي كل شيء يعني الانسان ما كيبقاش يعطي لا في العمل ديالو ولا في المسؤوليه ديالو في المنزل ولا كانسان محتاج لواحد يعني واحد الحياه كريمه كيولي معذب طول حياته. فهنا من غير مضاعفات اللي عضويه اللي تكلمنا عليها مضاعفات حتى نفسيه مضاعفات حتى في العمل فهنا كتولي خطوره على الشخص. نعم نستقبلوا معنا هذه المره من بعد بهية من طنجه ولا من طنجه كانت معنا غادي ناخذوا معنا هذه المره وفاء على الخط من فاس. مرحبا بك وفاء. الو مرحبا استاذ عفاف لاباس عليك؟ الحمد لله اهلا وسهلا بك وفاء. مرحبا لاباس علينا وعليك لاله وفاء اهلا وسهلا. الله يجزيك بخير. بغيت نسولك انا عندي مشكل ديال البواسير خرجوا لي من عندي بنيته الاولى عندها دابا 15 عام وعندي بنيته موراها عندها 9 سنين. انا كانت ملي كانت عندها ملي ولدتها من بعد الولاده خرجوا لي شويه البواسير ماشي بزاف وبقيت هكاك ما تيعطيوني لا حرق لا حتى شي حاجه. بعد المرات ملي تيوقع شي شويش ديال القلب تيدوز بشويش ديال الدم ومن بعد تيمشي داك الشيء. بغيت نعرف دابا من الدكتور واش ماشي مشكل هذه المده كلها وهما عندي واش تيكشكلوا شي خطر ولا نخليهم هكا. يعني انت عندك مشكل كيجيو وكيمشيو ماشي دائما ماشي لا كاينين كاينين هذه الوقت من 15 عام وهما كاينين. كتحسي بهم على برا كيكونوا على برا. كانت المره الاولى غير شويش والمره الثانيه في الولاده الثانيه ولاو خرجوا شويش زادوا شي شويه ومن بعد بقاو هكاك. ما تيعطيوني لا حرق لا حتى شي حاجه ملي تيكون شويش ديال القلب
فالفرنقة حاشاكم هكا تشويش ديال الدم. صافي من بعد صافي ما تيحرقونيش، ولكن دابا بغيت نعرف من الدكتور واش ماشي مشكل أيه الطبيب أيه على قبل باش نزولهم ولا باش ناخذ شي دواء ولا نخليهم هكا. نعم ما كيشكلوش خطر. واخا وفاء على الراس والعين ان شاء الله يجاوبك الدكتور مصطفى الودغيري. وشكرا لك وفاء تواصلتي معنا من فاس. كتكون هذه الحاله دكتور مصطفى الودغيري ديال الناس اللي كيقول لك ان البواسير ما عنيش على الدوام كيبانوا مره وهي شرط وفاء تكلمات على الحاله ديال القبض. تمام. قالت الوقت اللي كيبان عندها القبض عاد كيبانوا عندها البواسير. تماما فهاد الناس اللي عندها هذا المشكل هذا كيكون يعني ما كيكونش دائما. عنده علاقه خصوصا بالاكل ربما. نعم مشكل ديال ما كيكونش ديال الامساك ولا كيكونش ديال الاسهال بجوجهم. حتى الاسهال كيقدر ما تخيلوش راه غالقبض بوحده. سواء كان امساك لان كنعرفوا ان ذاك الزحمه اللي كتكون او ذاك الخوش كيكون قاصح فيه كيجرح المخرج او كذلك ذاك الاسهال الحاد مثلا حاد فعلا او انسان عنده حتى اسهال مزمن ديالي كرونيك فيمشي للمحاد 5-6 مرات ذاك المجهود اللي كيقوم به ذاك الخوش فهو كيولي يقدر كذلك يجرح ذاك المنطقه وقد يتسبب كذلك في البواسير سواء كان امساك او كان اسهال كلا الحالتين خصهم العلاج ديالهم. فانا بالنسبه للاخت وفاء كنصحها انه من الافضل تشوف اخصائي كما قلنا ولا بدا يعني يكون واحد الاستشاره مع الاخصائي الجهاز الهضمي لان شنو كيكون هذا المشكل هي كتحس بهم ولكن شنو كيوقع بعض المرات هذوك لي زيموغويد او البواسير بحال اللي كيخليو بقايا يعني ما كيكونوش اكتيف كيخليو بقايا كنسموهم فرونسي لي ماريسك ايموغويدير لي ماريسك ما عرفتش الترجمه بالعربيه لي ماريسك ايموغويدير هذوك بحال بقايا ديال لي زيموغويد كيبقاو دي تراس كيبانو خارجين شي شويه ولكن ماشي اكتيف ماشي بحال اللي تنفخوا وتفشوا بقاو البقايا ديالهم ولا فعلا هاد لي زيموغويد كيخرجوا كيبقاو كتحس بهم نيت كتل قلناه بحال دمويه باينه بانه خرج. فالتشخيص شكون اللي كيدير الفرق ماشي بالاحساس ديال المريض بالتشخيص ديال الطبيب. هذه مرحله مهمه التشخيص فمن الافضل انها تشوف اخصائي الجهاز الهضمي كيقلبها ويشوف فعلا واش فقط بقايا ديال البواسير لان كانوا عندها وكيمشيو يجيو مره او فعلا باقيين هاد لي زيموغويد او البواسير باقيين كيجيو بشكل كثير. تكلمتي على النزيف فالنزيف قلنا انها ما عندها علاقه خصوصا مع الامساك لكن دائما كنأكدوا انه الشخص ملي كيكون عنده نزيف من الافضل انه ولو مره واحده يدار فحص بالمنظار الداخلي لانيوسكوبي او احسن لاكولوسكوبي باش نشوف كيف ما قلنا وشرنا لها باش ما كاينش مشكل اخر من غير مشكل ديال وهذه النقطه الاساسيه ربما الميساج اللي غندوزو في هذه الحلقه اللي هي اساسي هو انه انسان ما يبسطش هذه الامور هذه انه فقط مشكل فقط ديال البواسير. حالات كثيره وكثيره مع الاسف وقعوا في هذه الحاله انه كان نزيف وعودنا شحال مره ومع الاسف كان السبب الرئيسي هو ورم او سرطان على مستوى القولون. فنعطيو كل حاجه نعطيو الاهميه ديالها خصوصا ملي كتكون المساله ديال النزيف فنشوفوا بالضبط منين جاي النزيف. نعم بعض الحالات اسمح لي اخت صافا بعض الحالات ما كيكونوش ورم سرطاني كيكون غير دي بحال حبيبات كيكونوا في المسرى الغري كيسموا لي بوليب كنسميهم لي بوليب. هذوك لي بوليب كيكونوا يعني ورم حميد يمكن غير فقط يمكن الطبيب كيحيدهم عمليه جراحيه بسيطه وما كيبقاش ذاك النزيف يعني النزيف ما كيكونش ولا بدا عنده علاقه بالبواسير ولكن عنده علاقه بواحد لي بوليب كيتسماو حبيبات صغيرين حميد يعني ورم حميد اللي ما كيكونش شكلش خطا ولكن من الافضل ان الطبيب يحيدهم باش ما يبقاش مشكل ديال النزيف. المستمع الكريم نجيب من سيدي بوعثمان قال شكرا لكم على الحلقه ديال اليوم وشكرا لكل البرامج ديالكم كتعجبوني بزاف كتعجبني بزاف البرامج كلها ديال ميد راديو. شكرا لك نجيب. هو قال باللي كيبانوا عنده البواسير بحكم انه هو كيسكن في سيدي بوعثمان وعنده الخدمه في المضيق نهايه الاسبوع كيبغي يستافد مع الوليدات ديالو والزوجه ديالو فدائما قابض الطريق. قال دكتور الودغيري انا كيبان عندي المشكل الوقت اللي ما كنرتاحش في الطريق كنبغي نكسب الوقت ما كنوقفش باش نرتاح يعني قال في الصباح كيبانوا عنده مشكل ديال البواسير. فهو سولك واش هذا الشيء بسبب السفر وقال ما عنده لا قبض لا حتى شي حاجه. لاحظها الوقت مثلا اللي كيقبض الطريق من المضيق لسيدي بوعثمان وما كيرتاحش في الصباح كيبانوا عنده البواسير. تماما فعلا من العوامل السفر الطويل حتى هو تماما السياقه يعني كتكون يعني واحد الوقت طويل جدا كنلاحظوا حتى الناس اللي عندهم لي تاكسي اللي كيسوقوا التاكسي حتى السائقين اللي كيقبضوا مثلا ساعات طويله ديال السياقه او الناس اللي كيسافروا يعني في الكيران او فهنو ولا مثلا اللي عنده رموك مثلا سائق ديال ساعات طويله فهنو كلهم ولا بحال واحد عنده كيسافر بشكل كثير يعني في العام بحكم العمل ديالو فهادو هاد الفئه هادو
اكثر عوضه كذلك المشكل ديال البواسير، لان هذاك الجلوس واحد المنطقه اللي هي حساسه، قله الحركه كذلك اجل انه كيكون اكثر عوضه للامساك. شنو دكتور دغري كيوقع مشكل في الدوره الدمويه في هذاك المنطقه؟ كيوقع مشكل في الدوره الدمويه، قله الحركه كيف ما قلنا، اكثر عوضه انه يكون اكثر عوضه للامساك، لان الانسان ما كيتحركش بزاف ذاك الساعات الطويله. فهنا هذه الفئه ديال اللي كيسوقوا مده طويله وكثر كيجلسوا ما كيتحركوش، فهم كيكونوا متعرضين اكثر. فانا كنصحوا انه من النصيحه في كيف ما بغى يكون الحال، اما من بعد ساعتين او ساعه ونص الانسان يتوقف الراحه، يتمشى واحد ربع ساعه، يشرب الماء، ما يبقاش ذاك المسافه الطويله ماشي يعني كتشكل خطر لا على مستوى الصحه ديال الشخص ولا حتى بالنسبه للمخاطر. الانسان اللي كيفوت واحد المده معينه ما كيبدا يفقد ذاك لي ريفليكس ديالو او ذاك لا فيجيلونس ديالو او ذاك يعني لا كونسونتراسيون ديالو في السياقه، فيقدر يعرض راسو الله يستر يعني للمشاكل في السياقه. نعم، نمشيو هذه المره نستقبلوا معنا مكالمه اخرى. معنا فاطمه على الخط من مدينه الرباط. صباح الخير فاطمه، اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام. شكرا بزاف على هذا البرنامج. العفو فاطمه. الله يسهل عليك، بغيت نهضر مع الدكتور. اييه تفضلي، كيسمعك. انا عندي كان عندي بواسير جاوني من ورا الولاده. اييه. ودابا 3 سنين وما مشاوش باقيين. باقيين خارجين، كتحسبهم خارجين. اه كي مرة كيمشيو هكا ولكن من بعد كيخرجوا زعما ما عمرو مشاو بصفة نظيفة. كيدخلوا وكيخرجوا ربما. كيدخلوا النزيف. كيدخلوا ويخرجوا على حسب الحالة ديال الحالة ديالك، واش عندك إمساك ولا ما كاينش ياك؟ هادشي بغيت تقصد؟ نعم. وكيجينا الحريق هكا في كتفي. الحريق. نعم نعم. وما عندكش ما كاينش نزيف او ما كاينش حكه من التحت؟ كان نزيف في الاول كان بزاف، دابا شويه، دابا باقي الحكام والنزيف لا. النزيف ما بقاش، الحكه مازال. نعم. واستعملتي شي ادويه ولا شي طبيب اختصاصي؟ لا، كنت استعملت بوماده، استعملت هذا قول باتل بوماده ديالهم، ما كيجيبش. ما عطاكش نتيجه؟ يعني هاد الادويه استعملتيهم كتسالي المده ديالهم وكيرجعوا، كيمشيو في وقت العلاج وكيرجعوا من بعد. يعني مدام فاطمه هاد الادويه كتمشي تاخذهم تمشيهم للصيدليه وكتستعملهم ما كيعطوش نتيجه، هادشي اللي بغيت تقصد ياك؟ يعني ما كتمشيش؟ لا، مشيت دوزت عند الطبيبه وخرجت لي حتى كاينه كنت كنشربها. اذا شافت الطبيبه فحصاتك وقالت لك مشكل ديال البواسير، يعني تيقنت بان مشكل فقط البواسير. نعم، ياك هادشي اللي كاين. نعم، هادشي اللي قالت لي. نعم، لا نعم. واخا فاطمه، شكرا جزيلا لك، تواصلتي معنا من مدينه الرباط. تقريبا هي الحاله ديالها مشابهه لوفاء من فاس. تماما، غير هي اللي فعلا اللي مهم انه الاخت فاطمه يعني بعد هذا المشكل ديال الولاده حست بان البواسير كانوا كيمشيو وجهو ولاو بقاو. يعني حيت واحد الوقيته فعلا كيمشيو وجهو كيدخلوا كيف ذاك المراحل اللي تكلمنا عليها الاولى. اي المراحل. اي فكنت في المرحله الاولى والمرحله الثانيه، دابا ولات المرحله الثالثه. طورات دابا الحاله. كيدخلوا وكيخرجوا، فهنا اللي مهم ان هذا واحد الخطوه مشات شافت الاخصائي وشافتها الطبيبه وقلبتها وتيقنت بان كاين مشكل فقط ديال البواسير وعطات ادويه. هنا اللي كنصحوا الاخت فاطمه انها ترد بالها في نمط الحياه ديالها، الاكل ديالها خصوصا. يعني تكلمنا عن الاكل والاستاذ الحلمي ربما ان شاء الله يعطي اضافات في حلقات اخرى، انه فعلا تكثر من الخضار، تكثر من الفواكه، تنقص من التوابل، تنقص من الحار، تنقص من يعني من الخبز اللي فيه الفورس، يعني الخبز يكون فيه ان بان كومبلي، يعني يكون عامر خبز بنخاله ديالو. فمساله مهمه جدا. كاين بعض الامور حتى كنعرفوها بحال اللي كيديروها في يعني في الاكل ديالنا، بحال ذاك الشريحه او البقبوق الكحال او مسائل بحال هكا اللي هي مسائل صحيه بزاف، مثلا البرقوق او لا. ومساله ياخذهم في الفطور مثلا. الاطباء والاخصائيين ديال التغذيه كينصحوا انه في الصباح واحد يشرب كاس ديال الماء يبدا بالماء هو الاول. كاين قدات، اكيد كاين الماء اللي كيدير فيه شويه ديال الحامض او ديال السيترون مزيان. فهذه امور السي حليمي ان شاء الله يقدر يعطي يعني نصائح في هذا المجال هذا. غير هو تعيد النظر كذلك اللي كانت ما كتحركش، فنصحها انها تحرك واحد ولا بدا تخصص واحد الوقيته ديال المشي، لان كل ما والمساله كنلاحظوها بشكل كثير عند الناس الاشخاص المسنين. الاغلبيه عندهم كيعانوا مشكل ديال الامساك. علاش؟ فعلا المبصره الغليظ كيولي كيتقال في الحركه ديالهم، ولكن هما اصلا الحركه كتولي قليله عندهم. يعني كل ما بحال شي واحد العضله اللي ما حركتهاش كتحبس في العمل، كتثقل في العمل ديالها. نفس الشيء بالنسبه ديال
المصارن راه فيهم ديال فيهم عضلات صغيرين اللي كيحركوهم، فما كيبقاش يتحركوا كيولي مشكل الامساك. وهاد الامساك كيخلق لهم مشاكل فعلا ديال 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 ديال, ديال التحجر ديال ديال المخرج ديالهم، لان عدد كبير ديال الناس كنشوفهم، وانا بحكم التخصص ديالي كنشوف ناس كبار كيجيو عندهم الانتفاخ في البطن، امساك كتقلب وكتدفع شحال يعني الطبيب مولا يعني خصو يشوف واحد الفحص ديالو كنسميو لو توشي ريكتال، كنشوفوا المخرج ديال ديال ديال, ديال المريض، وكنلقاو بعض المرات ان كيتكون واحد التحجر ديال ديال ديال, ديال الخوش كيتسمى فيكالوم. هذاك الخوش اللي هو قاصح يبدا يضغط، ما يمكنش انسان يخرج يولي ولا اللي خرج تخرج حاجه بسيطه، وكيولي ذاك الضغط كيولي كيضغطنا حتى على النبوله، وكيقدر الانسان يتحسر حتى من البوله ديالو كيولي في طونسيون دورين. يعني كان مشكل هو بسيط ولا مشاكل اخرى ديال وفعلا الناس كبار بزاف كيعانيوا مشكل ديال البواسير بحكم ذاك الامساك وبحال ذاك التحجر ديال 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 الخوش ديالهم ديال البواز ديالهم، كيولي حتى هما كيعانيوا بشكل كثير بالمشكل ديال البواسير. نعم، تكلمنا على الناس مثلا اللي كتكون الخدمه ديالهم ولا المهنه ديالهم دكتور دغري مثلا السياقه، اجي نتكلموا على حاله اخرى هما الناس مثلا اللي كتكونوا كيشتغلوا في اداره او لو كتكون عندهم ساعات عمل طويل وكيبقى فوق الكرسي. نعم، شنو النصيحه اللي ممكن نوجهوا لهاد الناس؟ يعني كيبقى جالس فوق الكرسي بزاف. فعلا تماما، مشكور اختي في هاد الاهل ربما حتى ناس اخرين في الخياطه فعلا هادو في الطرازه مثلا او داك كلهم كيكونوا جالسين، فئه اكثر عرضه لمشكل البواسير، قله الحركه وقله المشي. الناس اللي كيكونوا تكلمنا على السائقين، كذلك الناس اللي كيبقاو ساعات طوال هما جالسين في العمل ديالهم في الجالسين او بحال هكا الحرف المهنيه في الشكل الخياطه او خمس صناع مثلا تقليديين جالسين في نفس المكان، هادو كيكونوا ذاك قله الحركه اللي قلنا وكيتعرضوا للمشكل ديال الامساك في الغالب وذاك الزحمه اللي كتكون، فكيكونوا اكثر عرضه انه يبان المشكل ديال البواسير. فهنا كنصحهم انه ولا بدا ياخذ واحد الوقيته ديال واحد خمسه دقائق ولا اللي كيشتغل هو وقف ماشي مشكل، مره يوقف يتحرك يتمشى شويه يشرب الماء شويه يرد باله كما قلنا في ناحيه الاكل ديالو. فهنا هاد الناس هادو خصهم ربما ملزمين ان اكثر يتحركوا اكثر من الناس العاديين. نعم، غادي نستقبلوا معنا هاد المره مكالمه الهام من مراكش. اهلا وسهلا بك الهام. اهلا سلام، مرحبا بك. الحمد لله الهام، شكرا بزاف على المواضيع اللي كتبتي. العفو، مرحبا. اهلا وسهلا، ممكن نهضر معايا؟ أيه. مرحبا لله. الله يخليك دكتور، انا كنت خلاص كي كيطرحوا الاخوات من بعد الولاده. اييه. جاتني خلاص الباسر وقالت لي الطبيبه بانه ما يمكنش نعطيك بيس كنتي كترضعي ما يمكنش نعطيك انت تريتمون. دونك صبرت من بعد، ومن بعد منين مشيت تدوز لقيت بان عندي انفيسيور ماشي بواسير. اي دونك خديت تريتمون وكل شيء، ولكن غير في ذاك المومون الانفاس تريتمون عاوتاني رجع لي لافيسيور من بعد. واش انا محتاجه الجراحه؟ نعم لله. اولا ما عرفتش شنو، لانه شاك فوا كترجع ليا قابط ولا حتى لا ميم سي لا دياغي حتى هي كتحرق لك المشكل. فعلا هذه نقطه مهمه جدا. نعم لا كتحرق ليا حتى لا دياغي كتحرقني. نعم دابا ما عرفتش واش عاوتاني ناخذ تريتمون عاوتاني. نعم، لان كتعطاتني بوماد، عطاتني فاني كنشربو، عطاتني قوي البيت، لا داك الشيء كان غير بيريوديك، يعني لو فات باش حيدوا لي كاين شويه القبض كيرجع لي عاوتاني، انه كان معاه نزيف حتى هو كان كيكون معاه نزيف. نعم دابا ما عرفتش واش نحتاج الجراحه اولا غنعاود ناخذ عاوتاني تريتمون، ما عرفتش. نعم دكتور اش ممكن؟ واخا الى ودابا راه صافي من ولدي الاول شي 15 عام. 15 عام شوية كيمشي وكترجع، دونك من بعد عاوتاني ولدت عاوتاني رجع لي عاوتاني ميم شوز. نعم دونك اشك في يعني داك المشكل ما حيدش، واخا كان نتبع مع اخصائيين وكل شيء المشكل كيبقى دائما. نعم نعم، واخا الهام نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله، وشكرا لك الهام تواصلتي معنا من مراكش. شكرا جزيلا. هذه نقطه فعلا مهمه جدا ما تكلمناش عليها، ان فعلا الناس اللي عندهم نزيف فكيقدر قلنا انه يقدر يكون عنده علاقه بالبواسير او ربما شي حاجه بسيطه ورم حميد يعني البوليب على مستوى القولون. لا قدر الله ممكن بعض الحالات يكون مشكل ديال ورم سرطاني، ممكن بعض الحالات يعني داك الشيء كناكدوا على تشخيص وزياره الطبيب. كذلك من المضاعفات ديال الامساك، قلنا انه الناس يعني الامساك يقدروا قالوا مشكل البواسير، ولكن كاين مضاعفات اخرى هي المشكل ديال التمزق على مستوى الشراج او على مستوى الدبور. أيه. كيتمزق سكون ابي لا فيسيور انال،
هذيك لا فيسيغ انال كتعطي واحد الالم فظيع جدا اثناء البراز، كيحس بواحد الالم قوي، وكذلك يحس الانسان بواحد النزيف دموي، يعني بحال الدم بحال اللي تجرحتي بواحد الصبع ديالك كيبدا الدم كيبدا ينزل بالحريق. فهنا هي داكشي اش كنتاكدوا على التشخيص دائما. الانسان كيحس بعض العلامات، ولكن الطبيب المختص كيفحصوا ويدير له الفحص اللي هو سريري وفحص بالمعده ويعرف يشخص بالضبط شنو واقع بالضبط. فبالنسبه للاخت الهام عندها مشكل ديال انفيسيور انال، هذا الفيسيور اللي هو تمزق الجلد كتعطي الالم، كتاخذ الادويه ربما مسكنات. ربما تكلمنا على لو ترانزيت، يعني على الخروج ديالها يكون معتدل، ما يكونش امساك وما يكونش قبض، لان في كلا الحالتين غيوقع. هي رقات فعلا، وحنا شرنا لها في بدايه الحلقه. لكن لا، مع الوقت ومع الالم ان كنصحها، يعني ما شفتهاش انها تشوف اخصائي ديال جراحه المخرج البروكتولوج. أيه. باش تكون في الغالب غتخضع العمليه الجراحيه اللي هي بسيطه جدا. نعم. باش تهنى اون فوا بور توت هذه المشكله، لان غتبقى عايشه في الدوامه بالادويه وهي كتزير 15 عام. والالم اللي كيحس بذاك الالم يعني فظيع جدا، سواء كان البواسير او مشكل ديال لافيسيغ انال. وفي الغالب احنا كيكونوا بجوج، يعني في الغالب كتلقى المشكل ديال البواسير، لانه السبب هو واحد، السبب هو الامساك اللي كنقولوا عليه او المشكل القبض. فالمشكل ديال هذا القبض كيخلق لنا مشكل البواسير، ومع الوقت كيخلق مشكل ديال فيسيغ انال او تمزق الجلد، وبالتالي الادويه كتكون غالبا كنعطيو غير مسكنات. في هذه الحاله غالبا تكون يعني الشخص يخضع لعمليه جراحيه والانسان كيرتاح. يعني صراحه شفت كنشوفوا المرضى ديالنا كتشوفهم من قبل ومن بعد، كتشوفوا كيفاش يعني كتغير الحياه ديال لا سوفرونس ديال اليوميه، الالم يوميا والعدد فيها مشكل، المشيه فيها مشكل، الانسان مرتاح ما يقدر ينعس على راحته، ما يقدر يتمشى، ما يقدر يخرج، ما يقدر يسافر، ما يقدر. فهذا كيدخل في واحد الدوامه، يسفي لواحد العمليه الجراحيه اللي هما عندنا مختصين تبارك الله موجودين في كل المدن، عندهم تجربه في هذا المجال هذا، العمليه الجراحيه وبعض النصائح اللي كنعطيهم بعد العمليه الجراحيه، والانسان كيرتاح من هذا المشكل الصحي. نعم، اخر نصيحه بها غنختموا لقائنا معك دكتور مصطفى الوتخيري. نبدا انا الاولى، وغير اليوم الحلقه ديال اليوم، وعلاش كان الاختيار ديالها دكتور مصطفى الوتخيري، انه البواسير ماشي طابو. علاش انا تكلمت؟ راه بزاف ديال المستمعين الكرام مش موقع، بعثوا لي رسائل في واتساب يعني في الرقم ديالي الخاص، او لا اتصلوا بنا مثلا في رقم ديال ميد غاديو، كيقول لي اختي عفاف هالسؤال وطرحيه انت على الطبيب، حنا راه ما نقدروش نتكلموا، ما نقدروش نعيطوا في. راه تحيه لكل المستمعين بعد اللي خداو الهاتف واتصلوا بنا وتكلموا على المشكل ديالهم. فالبواسير ماشي طابو نهائيا، التولال مثلا في الجهاز التناسلي ماشي طابو، هذا راه مشكل صحي كيقدر كيف ما قلتي دكتور مصطفى غير كيخلي الانسان ذاك النشاط البسيط اليومي اللي كيقدر يديروا، يدي وليداتو المدرسه كذا، يخرج معاهم كذا، ما كيبقاش هادشي لان الحاله الصحيه ما كتسمحش. تمام، وهو يعني لخص الموضوع في هذه الكلمات ديال الاستاذ عفاف، يعني كما قلتي اي مشكل صحي ما كاينش مشكله تحشومه، اي حاجه كيعاني منها المريض خصو يزور الطبيب كيف ما كان النوع، سواء من المشكل على مستوى الجلد او على مستوى الجهاز التناسلي او على المشاكل يعني كثيره ديال كنلاحظ المشكل ديال النسيان عند المسنين، ما كاينش حاجه بقات كتسمى طابو، لان الحمد لله الوسائل ديال التشخيص موجوده. الاطباء متوجهين، الادويه موجوده، علاش غنبقاو نخبيو شي حاجه اللي كانت كتكون بسيطه ومن بعد كتفاق. حنا تكلمنا على المضاعفات ديال البواسير كتكون خطيره في بعض الحالات، فالمشكل كيكون بسيط كنصدقوا مشاكل اخرى اللي هي خطيره والعلاج ديالها كيكون صعيب جدا. نعم فعلا، وماشي عيب ايضا بعض المرات الدكتور دغري انه الانسان مثلا كتسولو هو عنده البواسير وكيقول لك شي مرض اخر ماشي البواسير، ماشي عيب، علاش غنكذب؟ مشكل البواسير، وبالعكس هو كيف ما شرحنا مشكل عضوي بحاله بحال باقي المشاكل، وان شاء الله مبرمج خلال حلقات اخرى من برنامج الصحه والسلامه مع كل الاخصائيين المشكورين اللي كيحضروا معنا، غنبقاو في كل مره غنتكلموا على موضوع من هذه المواضيع، غنتكلموا ايضا على الامراض التناسليه، غنتكلموا على الامراض الجنسيه، وبزاف ديال الامور اللي هي ابدا ماشي طابو لانها كتقيس الصحه والجسم ديال الانسان كيخصنا نتكلموا عليها. الشكر الجزيل لك مره اخرى دكتور مصطفى الوتخيري، طبيب متخصص في الطب الباطني وطب المسنين. وما تنساوش غدا باذن الله الموعد ديالكم رفقه الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه الاستاذ محمد احليمي في سلسله من الحلقات على المطبخ او الكوزينه بمجموعه ديال النصائح اللي غتفيدكم ان شاء الله. لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون. شكرا وفاء فائز هند كانت معي في الاخراج، وسامحه الشوبي مشكوره كان استقبال مكالماتكم. اوقات طيبه وممتعه قضوها دائما رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. الى اللقاء.